أعلن الهداف التاريخي لمنتخب الأرجواي لويس سواريز اعتزاله اللعب دوليا لتقوم مباراة الأرجواي وبرجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. الظهور الأخير له بقميص بلاده. لويس سواريز اشتهر من خلال العديد من المشاهد الاستثنائية على أرض الملعب، والتي كان منها مشاهد تفتقد للروح الرياضية، منها منع لويس سواريز منتخب غانا من تسجيل هدف ضد أرجواي في ربع نهائي كأس العالم 2010، ومشهد قطم لويس سواريز لذراع جورجو كوليني خلال مباراة أرجواي وإيطاليا في دور المجموعات لكأس العالم 2014. سواريز قال في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه اعتزاله اللعب دوليا: حانت اللحظة التي سأخوض فيها مباراتي الأخيرة مع المنتخب بهدوء. سألعب مباراتي الأخيرة بنفس الحماس الذي لعبت فيه مباراتي الأولى مع المنتخب عام 2007. وتبع: عمري 37 عاما، وأعلم أنه من الصعب جدا التأهل إلى كأس العالم المقبلة. أردت الاعتزال بمفردي وليس بسبب الإصابات كما قيل في كثير من الأحيان، أو لأنهم توقفوا عن الاتصال بي لسبب أو لآخر.